بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أقامت المحافظة حفل تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة مع كافة الفعاليات والبرامج والمناسبات التي أقامتها المحافظة خلال عام 2022. وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن جهود جميع الجهات تصب في دعم مفهوم الشراكة المجتمعية والتواصل مع مختلف القطاعات في تحقيق المشاريع التنموية وإشراك الأهالي والمواطنين في كافة الفعاليات والبرامج التي تقيمها المحافظة. وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالإنجازات التي تحققت من مشاريع مختلفة ساهمت في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، منوها سموه بأن ما تقدمه الجهات المساهمة الداعمة من نماذج ناجحة كان لها أثر إيجابي في إبراز الدور الفاعل للتنسيق المشترك طوال العام. كما تم خلال الحفلة عرض فيلم قصير يحتضن مشاهد من إنجازات المحافظة الجنوبية وما حققته خلال العام المنصرم من إنجازات ومبادرات هادفة في المجال الأمني والتنموي والاجتماعي. وبعد ذلك تفضل سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم أكثر من 30 جهة داعمة ومتعاونة تمثلت في الرعاة من الجهات المصرفية والخاصة والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. مما لا شك فيه ان وجودنا في هذه الحفل حفل تكريم لجميع من ساهم في اثراء خلينا نقول برامج المحافظه الجنوبيه من برامج وفعاليات واطراءات والعديد من المشاريع خلينا نقول لهو شيء جميل. كثير من الاشياء اللي فعلا تحسسنا بنوع من الفخر والانتماء الوطني. نيابه عن سعاده المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله مدير عام بلديه المنطقه الجنوبيه، نوجه جزيل الشكر والامتنان لسمو محافظ المحافظه الجنوبيه على هذا التكريم. نحن سعداء بهذا التعاون المتبادل واللي بإذن الله راح يستمر لما فيه صالح الوطن والمواطن.